مصادر صحفية قالت أنه آموس هوكستين الذي ترك أحد مساعديه في بيروت عاد وطلب منه مغادرة بيروت، شو الصح؟ هل المساعد بعده ببيروت أو غادر بيروت؟ يعني هذا الموضوع بيعود لألهم لأنه ما حصل أي اتصال من بعده. ما عاد صار لا أبدا، لأنه يبدو أنه الموضوع مرتبط بما يحصل في غزة ليعاود تحركه. هذا حكما بس هو بقى الخطه المرسومه ابقى مساعده ببيروت بالايام الاولى على الايام يعني. الاولى طبعا، لكن يبدو طرأ امر ما، كان في تعويل انه يحصل مفاجاه، حتى رئيسه الامريكي قال كان حط موعد لاتفاق بغزه على هدنه، وبعد 48 ساعه بدات تتغير كل المعطيات باتجاهات اخرى، ووصلنا لليوم انه حتى بعد اسبوعين ما حصل شيء، والامور طبعا بعد محلها، ورغم ما انه ممكن هالاسبوع يرجع يكون في تواصل بين الافرقاء المعنيين بموضوع بما يحصل بغزه بمصر، بس لحد هلا طبعا ما في شيء جديد، وهذا الموضوع يبدو مرتبط بما يحصل في غزه. لو حصلت الهدنه بغزه بعتقد كان بدها تتسارع اكثر الاتصالات، وممكن كان بيرجع بسرعة. كمان موضوع الميناء بغزة وبنائه الشهرين هذا مؤشر سلبي على أنه بالأفق ما في حل قريب، وما في مبادرات تعطي زخم لإمكانية الحل. أكبر دليل وهذا طبعا بس الرئيس بري ما رجع صار تواصل معه من الجانب الأمريكي، ولا حتى من السفيرة يلي بتلتقيه من ضمن الخماسية، ما صار في تواصل بما خص المبادرة. عم بقول لك واضح يعني قبل ما يبين شو في بغزة ما راح يتطور شيء بمبادرة هوكستين، هذا صار واضح. هلا في اتصالات، ما في في اتصالات، الكل عم يتصلوا بالرئيس بري، لودريان امبارح المسا حكى معه صح.